خليني أبدأ معاكي سارة. يعني مازال مهرجان العالمين الجديدة بيحمل الكثير من المفاجآت، ومازال بنفس قوته التي بدأ بها منذ أيامه الأولى وبدء فعالياته المختلفة. يعني بالتأكيد اليوم هو يوم جديد في مهرجان العالمين الجديدة، و هناك حفلات وهناك الكثير من الفعاليات. يعني لو تكلمينا عن هذه الفعاليات والاستعدادات ليها اليوم. الأول يا حور برحب بيكي وبرحب بكل السادة المشاهدين. أنا موجودة دلوقتي طبعا في الممشى السياحي بمدينة العالمين الجديدة، تحديدا على شمالي العالمين أرينا اللي هيقام عليها حفلة اليوم، حفلة ويجز اللي كان البروفات شغالة فيها من شوية، يعني من دقائق من دلوقتي كان ويجز بيعمل بروفات جوه، والتحضيرات كانت شغالة للحفل اللي هيقام مساء اليوم الساعة 10 مساء. المتوقع طبعا أن ويجز هيجيله إقبال كبير من الجماهير مختلف الأعمار وخاصة الشباب والأطفال. يعني الزحام بدأ بالفعل هنا في مدينة العالمين الجديدة في عطلة نهاية الأسبوع، ولو الكاميرا جايبة الصورة من قدامي أو من ورايا في ناس كتير، في شباب في أطفال، في أطفال بيلعبوا، في شباب قاعدين بيأكلوا وبيشربوا هنا في الممشى السياحي، وفي ناس حجزت التذاكر من على موقع تذكرتي عشان تحضر حفل ويجز مساء اليوم. طبعا يا حور ويجز بيقدم لون مختلف خالص، لون من ألوان الغناء مختلف، وهو الراب. اتعلم الراب من ان هو في ثانوية عامة، لفت نظره الراب من حد من صحابه وخلاه يعلمه، وبعدها دخل في اكتر من فريق واشترك معاهم في الغناء، غناء الراب، وبعد كده قدم اغانيه الخاصة بيه. وطبعا كان ويجز او احمد علي يعني كان بيشتغل في واحده من شركات الاتصالات وساب كل ده وركز في الغناء، غناء الراب، وفعلا لمع فيه بشكل كبير جدا وليه جماهير كبيره مش بس من مصر، من الوطن العربي كله. وعلى سنه الصغير هو يعتبر شاب في مقتبل العمر بس قدر يترك بصمه ليه في الراب. طبعا امبارح كمان يا حور كان في حفلات، اربع مغنيين كانوا موجودين هنا برضو في العالمين أرينا، كان في أبو، كان في عمر كمال، كان في دبل زوكش. طبعا دبل زوكش والصواريخ دول بانز أو فرق يعني مهرجانات. فأبو بدأ طبعا حفلته بأغنية عيش يا قلبي، وبعدها عدد من الأغاني منهم ثلاث دقات طبعا الأغنية الشهيرة اللي غناها مع الفنانة الكبيرة يسرى، وبعدها عمر كمال دخل وغنى عدد من أغانيه وغنى أغنية لتامر عاشور أنت اخترت، وغنى أغاني ميدلي لمحمد فؤاد لأن الناس بتشبه صوته بصوت محمد فؤاد الحقيقة من ساعة ما ظهر على الساحة الغنائية. غنى له أكتر من أغنية منها ساعات بشتاق وأنا لو حبيبك، وبعدهم دخل دبل زوكش وغنوا برضو بعض الأغاني الخاصة بمهرجانات الشهيرة جدا الناس بتسمعها يعني بشكل كبير، وبعدهم الصواريخ. وصواريخ عملوا لفتة حقيقة مميزة جدا ان هم وزعوا نظارات وبندات على البندانات على الجماهير اللي كانت موجودة يعني كهدايا يعني. فالاجواء امبارح الحقيقة كانت لطيفة جدا هنا في العالمين. حجم الاقبال سارة في الحفلات اللي كنت دلوقتي يعني بتنقل لنا تفاصيلها. يمكن امبارح يا حور الفئات العمرية اكتر من الشباب والأطفال يعني بيحبوا طبعا الأربع مغنيين اللي كانوا موجودين امبارح، وكان في حقيقة حماس كبير جدا وتفاعل منهم مع أغانيهم المختلفة. وهم طبعا انت عارفة يعني الأربعة بيقدموا أربع ألوان مختلفة، يعني أبو ليه لون مختلف جدا بيشعل المسرح بطريقته الخاصة، طريقة الشبابية وأغاني الشبابية. عمر كمال صوته مميز بيقدم أكتر من لون وبيحب جدا هو يغني لمحمد فؤاد، فطبعا عشاق برضو محمد فؤاد هيحبه ان هم يحضروا حفله لعمر كمال. وطبعا دبل زوكش والصواريخ مهرجانات، وناس كتير جدا دلوقتي بتحب المهرجانات وبتستمتع بالرايم او الريتم بتاع الاغنيه وتيمه الاغاني يعني الاجواء بتاعتها نوعا ما، فكان في حماسه كبيره هنا في العالمين ارينا. هو الحقيقه يعني اللي بيميز المهرجان ساره زي ما وضحتي دلوقتي انه متنوع،
يعني جامع كل الشكل الفني اللي كلنا بنحبه، سواء بقى شعبي، مهرجانات، الزمن الجميل اللي هم فترة التسعينات، مطربين فترة التسعينات، وطبعا يعني ارتباطنا بيهم وتأثرنا كمان بأغانيهم.